ذنب زيدان يعني ناس كتير قوي توقعت انه انشيلوتي بقى لما يجي هيصلح الحل المايل زي ما بيقولوا، لكن يبدو انه بيعاني. لان احنا انت في نفس المكان ده مينا الاسبوع اللي فات وكان معانا دكتور اريكو بنتكلم على انه في الشامبيونز ليج قدام فريق اقل من المغمور، يعني ما ينفعش اقول عليه مغمور، هو تحت المغمور قدر يكسب ريال في سانتياغو برنابيو. فايه القصه؟ لانه حتى ان كان اسبوع سقوط الكبار كلهم، لكن تبقى حاله ريال مدريد مع انشيلوتي علامه استفهام كبيره جدا. انا مش عايز اقول كده، لكن هي الفكره كلها لما يكون عندك فريق. عايز تقول ايه طيب؟ انا يعني انا مش بشجع الفريق ده، فانا مش قادر اكون كل احاسيس، لكن عايز اتكلم في نقطه واضحه جدا. أي. اختيار من الاول كارلو انشيلوتي كان شيء واضح جدا. كارلو انشيلوتي مدير فني هيتوافق جدا مع فلورنتينو بيريز، اللي يقول له اعمله هيقول لك حاضر هعمله. بشكل عام الصدام طبعا الفريق خسر لعيبه كتيره جدا وما كانش فيه تعويض بالمستوى الكافي. طبعا دكتور وليد بيتكلم فكره الدفاع وهي النقطه الاساسيه، انت فقدت راموس فقدت فاران، فانت مبقاش عندك اي دبث او ما عندكش اي عمق في التشكيل، بتلعب بميليتاو وبتلعب بناتشو اللي هو اصلا مكان سنتر باك وابتدى يتوظف، نص الملعب فيه مشاكل، رحت في اخر يوم جبت كامافينجا على السن ده اللي حيلاقي كل شيء. بس كامافينجا ده عالمي لعيب يعني، هو صغير ولسه عليه شويه، بس الولد ده انا بقول لكم هو على ضمانتي، استنوا عليه موسم اتنين هتشوف واحد من اجمد اللعيبه على مستوى العالم. قطع بوتنشال كبير، لكن انا كل سؤالي انت في الاول وفي الاخر كنت حاطط كل فلوسك عشان تجيب امبابي، اللي في الاخر في الاول وفي الاخر هيجي لك برده، لو هيجي السنه الجايه وهيجي فري، كنت تقدر توزع الفلوس دي في رايي في 3 أو 4 لعيبه فعلا كانوا يفرقوا بشكل كبير وكان هيخلي شكل ريال مدريد افضل من كده بكتير. ولكن الفلوس اللي كنت هتدفعها في كيليان امبابي تدفعها في 3 أو 4 صفقات السنه الجايه بقى ممكن يبقى انا كنت هقول لك الناس كتير بتقول لك النهارده انت يعني لو فكرت في انه فاكر التريو بتاع جارث بيل كريستيانو رونالدو وبنزيما، النهارده ناس بتقول لك ناس كتير جدا من عشاق الريال امبابي هالاند صلاح امبابي هالاند صلاح، فشايفين انه ده المخرج الحقيقي للريال عشان يستعيد توهجه ورونقه مره ثانيه. بتتكلم على صفقات بكام؟ خسرها في نص مليار مثلا بالرواتب بالعمولات بكل حاجه. الموضوع يبقى هو صلاح قرب يجدد، انا سامع خلاص مع ليفربول، يعني اللي اتقال انه كان في تقدم طفيف مش عارف دكتور ايه ده شوف في قصه في موضوع الراتب.